سيد المشاهدين اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في مدينه وهران وبالضبط في حي الكمين. رانا في حي الكمين هنا اليوم عندنا حصه جميله جدا مع فنان قدير هو كادي معروف هنا في على الساحه الوطنيه والوهرانيه وكذلك في حي الكمين. اذا بدون اطاله اقعدوا معنا غادي تروحوا تشوفوا هذا الفنان. اقعدوا معنا. إذن أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع نوين بي سي في هذه الحلقة. اليوم رانا مع وليدات الكمين. كما قلنا لكم احنا هنا في حي العريق هو حي الكمين المعروف اللي خرجوا منه فنانين كبار 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 وكذلك موسيقيين. ولهذا اليوم انا جد مسرور انا مع سكان مدينه او حي الكمين من بينهم اخ سليمان. اخ سليمان اهلا وسهلا. شرفين. اهلا. اذا كما قلت لكم ومعنا ضيف كذلك اليوم اللي راه معنا اليوم وجبناه انه يتكلم واحد من اقدم الفنانين هنا في مدينه وهران وخاصه من الكمين. الكمين هذا اللي انجب عده فنانين وعده موسيقيين وشخصيات كذلك غادي نتكلموا عليها مع ضيوف تاعي اليوم. إذن بدون إطالة غادي نخليكم مع هذا الفاصل ثم نواصل. إذن أنا نشكر المخرج هو اللي قدر اللي راه هو على رأس هذه الحصة. نشكره كثير. إذن معنا اليوم فنان قدير وفنان اللي نحبه بزاف وعليه كان صديقي هذا ودرنا احنا وياه ياكل الكوليج. إذن كما قلنا لكم اليوم معنا واحد من أقدم الفنانين هنا في مدينة وهران وبخصوص في حي الكمين. الحي الكمين اللي راه جوست أكوتي هنايا غادي من بعد نعرفكم بهذا الحي. إذن معنا الفنان قدير. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يسلمك خويا وخويا بغداد وسي بيان قاديرو لو برومي قاديرو اللي ظهر في الكمين. احنا بغينا نعرفوا كيفاش كانت البدايه تاعك الفنيه هنا في حي الكمين سورتو تعرف بلي حي الكمين خرجوا منه ناس فنانين كبار. يا خويا الكمين رباتنا هنايا رباتنا كاع ولماتنا كاع وخرجت بزاف الفنانين هنايا ماشي واحد ماشي جوج. الله يبارك في كل كار في كل بلاصه تلقى فنان وكاع باينين وكاع والحمد لله يا ربي. كبرنا في حي تعرف كي داير الكمين حي شعبي. حي شعبي هذه هي خويا بغداد. إذن إلى يسمح لي المخرج سي قدار أنني نتوجه إلى سي سليمان لأنه علاش باش نتكلموا على حي الكمين كيفاش كان بكري وكيفاش كانت الأجواء وهذا الكمين هذا كما نقولوا احنا خرج عدة فنانين كبار في هذا المجال. إذا كان ممكن سي سليمان تقول لنا كلمة حول في هذا النطاق. في البداية نشكرك ونشكر الضيوف تاعك وين عطيتنا هذه الفرصه باش نتكلموا على القدماء تاعنا تاع الحي وخاصه اللي هاجروا اللي راهم في الخارج ما ننساوهمش. على كل حال حي كمين سي ان كارتي بوبيلو معروف وفيه النسبه المئويه تاع السكان هو الاكبر في وهران في النسبه السكانيه لا بوبيلاسيون. وحي كمين ما يخفيكمش باللي يبدا من الدرب حتى للحاسي لا سوبرفيسي تاعها لي فريمون كبيره تاع بصح و لا سوبرفيسي تاع الحي هذا. و نتفكروا القدماء تاعنا وما ننساو حتى نتمنى وان شاء الله ما ننسى. سؤال انا سؤال بغيت نوجهها لك. معروفه الكمين بالفنانين خرجوا منها من بعد غادي نقولوا المشهورين الان نيشان. لكن لي زونسيان نبداو بتاعنا تاع شولي و سعيد هو بارمي لي زونسيان ونجول العفان الله يرحمه عدى عفان الله يرحمه وتاعنا فانيك طارس شاب طارس محمد الكبير وشاب طارس الصغير ونرجعوا فانيك بون الناني خونا ناني محمد ولد الحي فانيك وما ننساوش
الكينغ راه معروف، هو اللي لومباساد تاعنا عرفنا في العالم بأسره. الحمد لله رانا يعني بفضل الكينغ رانا الرأي تاعنا راح لترونجي والقاروحة الحمد لله. كيفاش كانت الامبيونس بكري في الكمين؟ يعني انت يعني واحد من الناس القدماء في مدينة وهران في الكمين. شوف باش ما انسان يقول الحقيقة، احنا بكري كنا العرس تاعنا في سطوحة في تحت باش في كراج في هذيك، ودروك الحالة تطورت بصح. على كل راني شفت حاجة لاحظتها، رجعنا للقديم والله، رجعنا للقديم. كاين الناس هاد السيمانة هذه خدمنا عرس في سطح والله الا خير من 100 صاله. انا بغيت اذا كان ممكن المخرج سي الهواري نولي لشيخنا، انت احترت لها العراس تاع السطوحه وهذه واش قلنا؟ اودي تاكر حيه واحد اخرى وتوحشناها والله، لا توحشناها والله، لا توحشناها كل صال بلوك هاد الصوالح، وسيتو مع جمال بوتشيش راه حاضر معنا. جمال بوتشيش هذا اللي فوت معايا تاريخ كبير من السطح لخوه. إذا كان ممكن كذلك الأخ حضر معنا جمال بوتشيش. أهلا وسهلا. أهلا السلام عليكم صافا الحمد لله والله ربي يخليكم. أقدم الناس اللي هنا نيشان والنيشان حنا. أخويا واه. قلنا كلمة حول البكري، كيفاش كانت الأمبيونس بكري؟ كيفاش كان هلف؟ شكرا الأخ بغداد وعلى هذا الاستقبال. جبدنا في الدومان تاع بكري تما كانت حاجة، كان في الحي تاعنا كنا نديرو حراس في السطوحه برا لما كل الحومه كاع بلا عرضه، تعرضه ولا ما تعرضهاش يجي راك فاهم. وانا نعقل خطره استاذ بلاوي الهواري الله يرحمه مسكين دار عرس برا، دايرين برا للعلم انه هو كان جيتاريست، كان جيتار شاش. انا كنت جيتاريست من بعد باسيست من بعد واو. وكنا ثم الحومه هنا السطوحه قاعد ضاربينهم هنا تاع السطوحه مع الشيخ تاعنا كادي محمد، كانوا بالراحه. احنا كنا نخدموا عرس كنا نديروا ما يكونش بالراحه ما تخدمش. بهذه المناسبه بغيت نعرف كذلك البراحين هنا في، لا تقول لي سي كادي هنا في الحي الكمين معروفين بالبراحين يعني اذا كان تقول لنا. احنا بكري العرس كنا بلا براح ما يحلاش ما كانش ما هذيك تاع براح قدامك هكا لومبيونس. والله يرحم عبد القادر التيكري خونا كان معنا مسكين، وكاين دياب وكاين حسين طلبي ثاني، كاين بزاف تانا الكمين فيها بزاف كمين في كل دوره تلقى خويا المشيخه كاينه في الكمين. غادي نعاود نولي لشيخنا قبل ما نبوزي كيسيون لسلمون. هو كان يعني صديق تيغري الله يرحمه ويوسع عليه، كان يعرفه هذه يعني واحد انسان اللي معروف وانسان اللي فنان كما قال الواحد. هو في الحقيقه عبد القادر الاسم طموش عبد القادر المدعو تيغري. هو في الحقيقه ستان ارتيست ماشي غير براح، ستان ارتيست شاعر يشعر يجيب لك صوالح تاع الشعر تبارك الله الحمد لله. وكون بزاف عده شبان عطاهم هاد الحرفة هادي. وعلاش قلت لك شاعر؟ باسكو البراح كيما قال لك سي قاديرو، هو البراح تاع دروك وتاع بكري ماشي كيف كيف. انا نعقل تيغري كان يحكم 50 تبريحة في صباعه، يبرح على 50 واحد ما ينساش اسم ما ينساش بالواحد، تبقى تقول سبحان الله. علاش قلت لك سيدي زارتيست؟ انسان اللي يتفكر انسان اللي يتفكر 50 اسم ويبرح عليهم ماشي سهله. ماشي غير روح وقول انا براح. كان عندنا حسين الله يرحمه، كان عندنا ود الناقوس، وكان عندنا تاعنا كسم لا ماشي حسين ودياب فانيك تبارك الله، فانيك صغير بصح يعجبك دياب. إذن أعزائي المشاهدين نعود نقول للفنان تاعنا باش لأنه هو ضيف الحصة تاعنا اليوم. علاش هذا الاسم تغير؟ اخويا شوف انا بالنسبه لي انا اصحاب الكمين، انا كاع الكمين الان يعيطوا لي قاديرو. ايه معروف قاديرو تاع شو كاع الكمين وانا نفرح من يعيطوا لي قاديرو، نفرح والله غير نفرح.
من قول من 98 99 مع الايديسيون ديسكوفون ومختار الشكره بالمناسبه. قال لي يا ودي قادر اخويا، قال لي راهم بزاف كثروا هادو قادروا خرجوا بزاف، نقلعوا هذيك نخلوها كادي. قلت لها ودي خليها، هيا قعدت كادي من تما قعدت كادي. حنا غادي نولي الان المسار تاعك الفني، بروميير شونسون اللي بديت فيها المسار تاعك الفني. لا بروميير شونسون تاعي نقل عليها كانت 88 هكا زمانيا مع محمد مغني اللي نحيوه بالمناسبه ثاني. محمد مغني خويا سي بيان اديو غير نسيني وفريقنا سي بيان غير هنيني. هذه هي الغنيه تاعي الاولى اللي طاحت في السوق، هذه هي الاولى. من بعد انا بغيت نعرف شحال لحد الان شحال عندك من الاغنيه اللي راك مخرجها؟ ما نجمش نقول لك بزاف. اللي راهي مسجله؟ لي زالبوم بزاف. معنا من بعد وليت نخدم اللايف. انا صمت نجم تقول كيما محمد ناني اللي نشكره بزاف. ثاني هو ود الحومه وخونا، هو يلعب ويغني وانا نلعب ونغني وبريسك هو يغني اللايف وانا نغني اللايف. بصح الصوت تاعك في هذاك الوقت كان صوت جميل جدا وحد لا يسلم خويا، يعني كان كنت متميز على لي زوتر شونسون. انا ما نكذبش عليك، انا كنت دخلت للستوديو باش نعمر عمرت ابو الله، خدمت عند زياني اللي نسلم عليهم كاع مساكين، محمد تيبو كاع كنت نخدم اغنيه نقي. ابار هذاك اللايف اللي كان يبغوه الببليك. اذا احنا غادي نقولوا للمخرج سي قدار دير لنا اغنيه تاعه، فاصل ثم نواصل. إذن عودة مجددة أعزائي المشاهدين إلى الحصة تاعنا، نعود إلى الفنان تاعنا كادي. أولا أنا على بالي باللي كان عندك عمل مع حسني، أو احكي لي هذا أنت وجمال. لا بيريود هذيك تاع حسني هذيك الله يرحمه نطلبوا لها الرحمة، والله يرحم كاع أمة محمد، والله يرحم الشيخ فتحي ثاني نبغيه بزاف. هذيك لا بيريود نقول لك 93 فوتنا كي نقول طروما في رحبان وجمال. زمان كان معايا باسيس وانا كنت نلعب وحسني معنا اجور الله يرحمه نطلبوا له الرحمه، وفوتنا واحد الصيفه اللي ما تنساش. انا على بالي كادي، يعني انت خلط عده فنانين كبار وفي الساحه هذيك الوقت. يعني ما كاش راح تكون عندك ان شوف لي زونسيان، لي زونسيان برسك لي زونسيان كاع حضرت لهم وكاع غنيت معاهم وكاع فت معاهم. كل واحد كان اللي كان كبير كان اللي كان صغير، تقولنا نتلاقوا ولاد الحومه سيتو ولاد الحومه. انا نبغي الكمين وزدت في الكمين وتحيه للكمين. ما ننسوش الموسيقيين زيناطا، موسيقيين كاين عبد القادر زيناطا، كاين ايدو الله يذكره بخير كاع نساوه كاع، كاين غاني كاين احمد خو ثاني في مارسيك. زيد كاين جعفر جوست اكوتي كان في بولونجي جعفر ستيدي اللي مات جعفر تاعنا ترومبيتيست. كان سنوسي اسكر لاسكر وي كان قادر تاعنا ارض لاكورديون لاكورديون اللي تعلمنا بها كاع، يعني كانوا موسيقيين لاكورديون اللي تعلمنا بها كاع هي بيان سي بيان تاع قادر وتاع شوكو. مازال راك تلعب لاكورديون؟ هذه دروك انا راني اظن راني ارونجي دروك. ليكسبيريونس وليت نارونجي. لهذا الشيء بغيت نطرح لك سؤال. وي انت الان ملحن كاتب ومؤدي. شوف بالاكسبيريونس راني عندي قول 45 عام تاع هذا الطريق. بالاكسبيريونس وليت نلعب وليت نارونجي وليت نعرف اش انا نحط في الكلمات، وليت نعرف صحاب اللايف شنو يبغوا ونعرف الفاميليات شنو يبغوا، وليت نعرف تحطني في بلاصه نقول لك اودي هاشا غادي نغني. أنا عارف شنو كاين. كادي بغيت نسقسيك، يعني غبت واحد المدة، هذيك المدة يعني علاه غبت منها؟ هذيك المدة اللي غبت منها ماشي غبنا، تقلنا في التعمار، التعمار ما كناش نعمروا بزاف حنايا، كنا دو زالبوم تروا زالبوم في العام كنا بزاف.
حتى ولات الحياه بدلت والكرافي والحياه خلت منا ايوا وجاء وقت تاع هذو تاع لا جوناس ثاني اللي غادي نقول لك كاين دي تريبل فوا وعندهم باش يطلعوا ويولي عالمي وهو راه قاعد يغني لي غير في دو نوت. لا خويا اخدم اخدم حنا غنيه كنا نتعبوا عليها خويا باش تعمرها اذا تتعب وتخمم ومشي غير واحد طاق طاق البوم يعمروا في ساعه. لا فعلا. اذا اعزائي المشاهدين فاصل اغنيه اخرى ثم الفصل الاخير هكا باش ننهوا الحصه تاعنا. اذا فاصل ثم نواصل. عودة مجددة أعزائي المشاهدين، وقبل من سو بوخلفة عبد الكريم اللي راه معنا اليوم، هذا الفنان القدير اللي إن شاء الله نديروا معه حصة مقابلة خاصة حول هذا الفنان ونعرفوا بهذا الفنان. عودة مجددة إلى الفنان تاعنا، أنا بغيت نعرف سي كادي المشاريع تاعك مستقبلية. يا خويا إن شاء الله درك راني في الاستديو راني نأرونجي ميم لي بارول راني نكتب. وخويا لي يسحق شي حاجه خويا رانا هنا والله العظيم كاش معاونه ولا نعاون خويا. ما انا السؤال اللي بغيت نطرحه عليك يقول لك النجاح نسبه نجاح الفنان 50% هو الكليب و 50% هو الغناء. اسكو عندك دي كليب ولا لا؟ الكليب ما عنديش بزاف الكليب. علاش؟ ما عنديش بزاف الكليب، انا ما دخلتش في الكليب، انا ما كنتش نحوس عليهم كاع. ما بصح تشوف انه فايز زياده يعني. هي ملاح. زياده الفنان. الكليب يعاون. لما منتج يجي يحوس على شكون هو هذا كادي يعني يروح لليوتيوب ولا يروح فيسبوك يشوف هذا الفنان شكون باش شو احنا عندنا غير هذيك عندنا احنا دي سواري فوتناهم مع المرحوم زعما غادي مين تشوفني ونشوف جمال بوتشيش معايا غادي تولي ما تحوس على لي كليب كاع صاي فوتها مع اسطوره نيشان اسطوره حسني ما كانش يلعب مع اساتي وغنى معاه هذه حاجه الاولى هذه ما كايناش كاع ما صراش وجات واحد هذه احنا ما كناش نحوسوا عليها كاع كان يبغينا مسكين كنا نبغوا نطلبوا له الرحمه انا والله ما خاصني حاجه تاع فوت معاه ودرت معاه ودرت تاع شهره والله ما خاصني نطلب له الرحمه اللي يسحقها دروك. إذا سي بوتشيش كلمة أخيرة قبل ما نكملوا الحصة واش تقول يعني؟ خويا إن شاء الله نطلبوا هاد الفنانين الفن إن شاء الله هذا يتسقم ما يقعدش هاد باسكو تبدل الموسيقى تاع بكري ودروك مش كيف كيف فاهم ولات دروك تما نقشت ونقشت بكري كانوا في الصيف هكا يديروا حفلات كانت وين تروح حفلات تاع دروك الناس ولات عمك عيب تسمع أغنية تاع دروك وتاع بكري مش كيف كيف احنا ماذا بينا ان شاء الله يعاودوا قاعد يبدلوا الكلمات وكاين نظام في الموسيقى كاين ثقافه كاين بزاف صوالح وهذه يا خويا ان شاء الله نطلبوا النجاح كاع لخوتنا ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين الكلمه الاخيره كذلك لصديقنا سي سليمان كلمه اخيره سي سليمان. انا بغيت نهضر غير على خونا قديرو ما تنساش باللي قاديرو من لي زونسيان من الثمانينات راه في الميدان تاع والتواضع تاعه ما خلاهش يتكلم على سي صوالح باسكو كي تهضر على حسني تهضر على قاديرو نورمالمون هذه هي وهو التواضع تاعه ما سمحلاش باش يهضر وكلشي نعرفوه من بكري هذه هي عقليته ونتمناو له النجاح ان شاء الله في المستقبل ونتمناو الحصه تاعكم ان شاء الله تنجح وتوصل لبعيد ان شاء الله والله يحفظكم على هذا الملمه اللي درتوها لنا صحيتو. بارك الله فيك. شكرا. اذا اعزائي المشاهدين كلمه اخيره للكادي يعني هو الضيف تاعنا الشرف اليوم في هذه الحصه تفضل. كلمه الاخيره خويا بغداد نشكرك انت الاول والهو اللي قدر خويا انا بغيه نموت عليه بزاف وخويا فرحه ونسبيتي الحسين بالولو هاكا بن عمر خويا واشي مارافال والحاجه اللي عزيزه عليا عزيزه عليا غادي نقولها والروح ربي يخلينا ولاد حومتنا اللي راهم حاضرين معنا ربي يحفظهم وربي يطول في عمرهم ان شاء الله هو اللي قدر خويا بغداد الموت عليك من السنه الاولى من السنه الاولى لانه علاش دار يعني نقولها بكل صراحه ما بغيناش نقولها لكم هو قرا معايا السنه الاولى قرا معايا في مسجد في النور قرا معايا
إذن نشكر كذلك الفرقة اللي ترافقني قردور زكريا اللي راه معايا اليوم كاميرامان، وكذلك المخرج قدر الهواري. أنا نشكركم كثير كثير جماعة الخير. اليوم رانا درنا لكم حصة هنا من لوكارتي تاع الكمين، يعني حي الكمين. إذن هكذا تكون عندنا حصص أخرى في بعض المناطق الأخرى، أحياء أخرى، نروحوا للحمري، نروحوا للديوري، نروحوا للدرب، نروحوا للأحياء العريقة هنا في مدينة وهران. إذن نشكركم جماعة الخير، ونقول لكم بتحية الإسلام، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. شكرا.